اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وعندنا تفاصيل واخبار مهمه جدا. لكن قبل ما ادخل في المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا، خلاص بقى بشاير كاس العالم للانديه تبدا تهل علينا بالنسبه للنادي الاهلي وانطلاق البطوله باذن الله يوم 1 فبراير. خلاص خلال الفتره القادمه تتكلم شهر يناير في تفاصيل كتيره جدا متعلقه بهذه البطوله. ابرز خبر في هذه اللحظات ان طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان في ورشه عمل الاتحاد الدولي لكره القدم واللجنه المنظمه لكاس العالم للانديه هتجريها يوم 14 يناير المقبل، ولكن عبر الفيديو كونفرنس بسبب طبعا الاجراءات الاحترازيه وصعوبه تنقل الوفود خلال الفتره القادمه لانعقاد هذه الاجتماعات قبل انطلاق البطوله في 1 فبراير. وبالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ هيكون ممثلا عن النادي الاهلي وهيشارك في ورشه العمل الخاصه بالفرق المشاركه في كاس العالم للانديه. ورشه العمل دي هتتضمن ايه؟ كل التعليمات واللوائح المستجده والمنظمه للبطوله للتاكيد عليها لكل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه اللي هتنطلق باذن الله في الدوحه في الفتره من 1 الى 11 فبراير المقبل. طبعا كل الانديه تحددت بنسبه 99%، لم يتبقى سوى نادي واحد وتحديدا بطل امريكا الجنوبيه. يوم 19 يناير هتكون مراسم قرعه كاس العالم للانديه، وساعتها هنعرف النادي الاهلي هيواجه مين، هل هيواجه بطل اسيا ولا بطل امريكا الشماليه، ولا ممكن يواجه الفائز ما بين بطل استراليا مع الدحيل القطري. كل ده هنعرفه يوم 19 يناير مع مراسم القرعه. لكن نروح بقى للمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بالنسبه لترند الاهلي. نبدا مع بعض من صفحه في الجول. طبعا الصفحه الرسميه ليها على الفيسبوك كتبوا ان الاهلي يحصل على الموافقات اللازمه لاقامه مواجهه سونيديب بطل النيجر على ملعب الاهلي والسلام. هذه هي مباراه العوده، الاهلي فاز في لقاء الذهاب في النيجر بهدف مقابل لا شيء، وخلاص في الموافقات، كل الموافقات اللي النادي الاهلي محتاجها عشان يقام المباراه على ملعب الاهلي والسلام حصل عليها، والمباراه ان شاء الله في احد ايام 5 او 6 يناير النادي الاهلي هيعلن ده خلال الايام القليله القادمه. طيب معانا كمان خبر متعلق بالصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، اتكلموا على ان في مصدر بالاهلي قال ليلا كوره اجتماع بين الكابتن محمود الخطيب وبيتسو موسيماني للاستقرار على قائمه مونديال الانديه خلال الفتره اللي جايه. طبعا لسه في مواعيد متعلقه بارسال القائمه، وهتكون في مناقشات خلال الفتره اللي جايه ما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط مع الجهاز الفني بقياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. اجتماعات تقليديه بالتاكيد عشان تحضر لكاس العالم للانديه. طيب الحساب الرسمي لوطن سبورت على تويتر اتكلموا على ان موسيماني يطالب الخطيب بسرعه حسم صفقات الشتاء بعد فشل ضم سيرينو. طبعا في تفاصيل متعلقه بالخبر ده، لكن لا التوقيت ولا الظروف مناسبه ان نشرح تفاصيل كتيره في هذا الشان. لما يكون في حاجه رسميه هنتكلم فيها، سواء في صفقات الشتاء او حتى في اي لاعب بيتردد اسمه في الفتره الحاليه. لان انا على المستوى الشخصي قريت تفاصيل كتيره بتتكلم في الصفقات، وانا اكد لكل جماهير النادي الاهلي بنسبه 99% والله العظيم كل ما يقال غير صحيح، وفي تفاصيل النادي الاهلي بيشتغل عليها. ان شاء الله لما تبقى في حاجه رسمي النادي الاهلي هيعلن في هذا الشان خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه معايا في هذا الشان، الوطن سبورت بيتكلم على ان كورونا هي المنقذ الوحيد، وهي متعلقه بقائمه المونديال بالنسبه للانديه خلال الفتره اللي جايه. طبعا القائمه المبدئيه 6 يناير، القائمه النهائيه الاتحاد الدولي هيستلمها من الاهلي يوم 22 يناير، تبعت القائمه المبدئيه يوم 6 يناير ب 30 لاعب، ثم تحذف 7 لعيبه عشان تكون القائمه النهائيه 23. ممكن العدد يتغير، المواعيد يحصل فيها اختلاف، وارد كل شيء يحصل خلال الفتره الجايه بسبب طبعا فيروس كورونا، وبالتاكيد الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او حتى الاتحاد المصري اي مستجدات بتحصل بيحصل دايما تعديلات.